الأسبوع الثاني من شهر يناير كانون الثاني للعام 2022 يبدأ بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ولكن الأجواء تبقى مستقرة بعد ذلك حتى نهاية هذا الأسبوع. كل ذلك في التفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. تسود اليوم أجواء لطيفة ومستقرة حتى ساعات مساء أو عصر هذا اليوم في مختلف مناطق المملكة، مع تصل درجات الحرارة حتى في عماد إلى 17 درجة مئوية، وهي أعلى من معدلاتها المعتادة. لكن تنتشر تدريجيا كميات من السحب والغيوم، وتبدأ حالة من عدم الاستقرار الجوي بالتأثير بدءا من جنوب المملكة لتمتد لاحقا إلى باقي المناطق، مع ساعات المساء والليل ليلة الأحد على الاثنين تكون المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، تنتج وينتج عنها هطول زخات من الأمطار في مناطق متفرقة ومختلفة من المملكة. ولكن المناطق الجنوبية من المملكة تحديدا منطقة خليج العقبة وحوض خليج العقبة ومناطق وادي رم والمناطق الحدودية مع المملكة العربية السعودية، هذه مناطق جميعها معرضة أن تتعرض لزخات قد تكون غزيرة من الأمطار بشكل قد يؤدي إلى تشكل السيول أو جريان الأودية والشعاب في هذه المناطق، وبالتالي يجب الانتباه في تلك المناطق من مخاطر هذه الحالة الجوية التي ستكون سريعة نوعا ما، تمتد من ساعات مساء يوم الأحد وحتى فجر يوم الاثنين، ولكن تركيزها الأساسي على المناطق الجنوبية من المملكة بمشيئة الله تعالى. باقي المناطق تستقبل زخات من أمطار، لكن فرص أن تكون هذه الأمطار غزيرة تنحصر في المناطق الجنوبية المملكة. تأتي في المرتبة الثانية المناطق الشرقية من المملكة. إجمالا هذه حالة عدم الاستقرار الجوي متوقع أن تؤثر على المملكة ليلة الأحد على الاثنين، لكن نهار يوم الاثنين يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، تتراجع مثلا درجة الحرارة كما تلاحظون في عمان إلى 11 درجة مئوية، لكن الأجواء مستقرة ولكنها باردة بشكل عام، حيث أن درجات الحرارة دون المعدلات المعتادة، 10 درجات مئوية في جبال الأشراء، 14 درجة مئوية في إربد وكذلك في معان، 20 إلى 12 في العقبة، و16 إلى 5 درجات مئوية في المنطقة الشرقية من المملكة. يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون درجات حرارة قريبة من معدلاتها، لأن الطقس يكون بارد نسبي بشكل عام في مختلف المناطق مع أجواء مستقرة ومشمسة. يوم الأربعاء ظهور لكميات كبيرة من السحب والغيوم، عندما تظهر السحب والغيوم يزيد الإحساس من البرودة، لكن درجات حرارة تكون حوالي 13 درجة مئوية في ساعات النهار، مثلا في العاصمة عمان تتفل 22 درجة مئوية في العقبة جنوبا، 13 في جبال الشراء، 16 في إربد والمناطق الشمالية، 16 في معان، و18 درجة مئوية في منطقة أرويشد. يوم الخميس توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح الأجواء لطيفة بعض الشيء في ساعات النهار مع ظهور لبعض السحب والغيوم، ولكن الطقس إجمالا مستقر في مختلف هذه المناطق، تكون الأجواء أيضا دافئة نسبيا في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة في هذا اليوم بمشيئة الله تعالى. يوم الجمعة تتراجع قليلا درجات الحرارة، لكن تبقى الطقس وتبقى الأجواء مستقرة إجمالا في مختلف ومعظم مناطق المملكة، مع أجواء تكون مشمسة جنوبا مع ظهور بعض السحب والغيوم في المناطق الشمالية والوسطى، هناك فرص لبعض الزخات من الأمطار في أقصى المناطق الشمالية في مقدمة لمنخفض جوي في ذلك الوقت. إذن هذا كان لدينا بشأن توقعات الحالة الجوية لهذا الأسبوع. للتفاصيل يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.